مدينة تنغير في الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، وتعتبر من بين المدن التي لها تاريخ عريق. تنغير معروفة بواحة النخيل التي تأثر لها العين، كما أنها معروفة كذلك بالصناعة التقليدية كصناعة الربوز التي تعد صناعة عريقة وقديمة، علاوة إلى صناعات أخرى متنوعة تميز المنطقة. يعتبر وادي تودغ من الأودية المهمة والمشهورة في الجنوب الشرقي التي تتوفر فيه عوامل الاستقرار والاستقطاب، حيث أن الوادي يجري طيلة السنة مما يشكل فرشة مائية غنية. تعتبر تنغير وجهة سياحية بامتياز، حيث تتوافد إليها جميع الجنسيات من أنحاء العالم للاستمتاع بمناظرها الخلابة. مضايق تودغ من بين الوجهات التي تستقطب الزوار، كما أن مضايق تودغ لها تاريخ عريق، حيث كان فج تودغ ممر للقوافل التجارية تجوب المنطقة منذ القدم.